يا مرحبا بكم جديد معانا ومع اتصالاتكم. ناخذ اول اتصال جالة من سوريا. مرحبا فيك جالة. مساء الخير، كيف الحال؟ تمام الحمد لله، كيفكم؟ كيفك رورو؟ مساء الخير. تعرفيها؟ مساء النور. لا جالة لانه قال ما عم تلقطني صار لها شي شهر. لقطني على الهواء، سكروا الخط بتاع. عم بمزح والله. تعرفيها ولا ما تعرفيها؟ اكيد جالة من صديقتي. حلو، صديقتي وكثير مقربه مني. ايوه، وجالة من الناس اللي فيني اقول شغله له فضل على رويدة شخصيا. حلو. صراحه من اي ناحيه؟ من ناحيه الدعم الكثير كبير اللي قدمت لي اياه، ان كان معنوي وان كان اجتماعي وان كان اي شيء. جالة كانت من الناس اللي كثير قريبين مني، وعجد بتشكرك جالة. وسوري اني ما عم بقدر رد بالفتره اللي سبقت، لانه عجد كل وقت باستديو، واذا بقى بتدقي لعنود يا وين. استقنانك اول شيء. شكرا حبيبتي، انا كمان استقنانك. ومبروك توم جديد. شكرا. وناطرين بلا حب. صادق. مش سهل الحكي. وناطرين الالبوم. جالة خليني انا استغل اتصالك. على فكره جالة كمان صوتها كثير حلو، بتغني لي احلى مني. والله العظيم وحياة الله. انا عن جد بدي احكي لكم شغله صغيره. تفضلي. عن جد رويدة غير انه نحن عن جد بنفتخر انه في بالعالم العربي مطربه مثلها وبهالصوت الحلو. رويدة انسانه انا ما قابلت مثلها بحياتي. هو خبرينا عن رويدة الصديقه. يعني رويدة رفيقه واخت، ويلي بيعرف رويدة الطيوبه هي البيبي اللي جوا بحبها اكثر. يعني يا ريت كل اللي بحبوها قراب منا ليعرفوا انه عن جد بتستحق هالمحبه كلها. احنا صدقيني المحبه احنا ما نعرفها، بتستحق كل شيء عم ينعمل لها. شكرا. احنا ما نعرفها عن القرب اللي انت تعرفيها واحنا ونحبها. جالة شكرا لاتصالك. ناخذ سهام من الجزائر. سهام مرحبا فيك. الو، حياك الله. الو، هاي. يا مرحبا، كيفك؟ يا مرحبا، من وين سهام معنا؟ نعم انا معاكي. عندك سؤال؟ انا حبيت اتكلم مع رويدة. تفضلي سهام. انا بحبها كثير كثير كثير. شكرا كثير لك، عم بسمعك انا هلا، وانا كمان بحبكم كثير كثير. اهل الجزائر ناس كثير ذويقين بالفن. سهام احنا جدا شاكرين اتصالك، سعيدين بهذا الاتصال. ناخذ عيون رويدة من السعودية. عيون رويدة، كيف الحال؟ والله الحمد لله، كيفك؟ يا مرحبا. هذا الكلمة، هذا الاسم الحركي؟ تقولين كذا؟ وين رورو؟ أنا موجودة. ألو أهلين، كيفك رويدة؟ أهلا حبيبتي، كيفك؟ شو أخبارك؟ والله الحمد لله، شو هالطلة الحلوة؟ شكرا، إن شاء الله تكون هيك من يوم انبسطت وحبيتوا الإطلالة وحبيتوا الحكي وما في أي شيء هيك مع ذوقكم. وين ما تروحين أنت مالك صراحة، أنت صحيح الماسة. شكرا. حلو. رويدة ممكن سؤال؟ اسألي تفضلي. صراحة أنا دايم أسمع أغنية منك وحشني، وطبعا فيها إحساس فوق الخيال، بس حابة أسألك مين تهديها له صراحة؟ من غد ومن فيها. خلاص بنسمع الاجابه. مشكور على اتصالك، واكيد نسمع الاجابه. تعلمت قال بدون دبلوماسيه. ايوه بدون دبلوماسيه. يعني قال لك قال انا كثير اخر مره بتطلع بتكون بالويب سايت تبعي. لا انا بقول وحشني والله لكل شخص بيعنيها لرويدة، لاصدقائي، لرفقاتي، لاهلي، لكل شخص بيعنيني. انا بعتبر هي الاغنيه لإله. واساسا من الاغاني كثير بحبها، كمان الحان استاذ صلاح الشرنوبي. رويدة، يعني انا بستغل يعني دخولنا على ابواب عيد الام وبعد يومين، في خلاف طرح في على الصحف بين عائلتك، طرحتي اهلك، قلتي اهلك شو حددتيهم. ما راح اسال شو الخلاف ولا شو السبب ولا شو، بس بسال شيء واحد، شو تقولي لها للوالده بهذه المناسبه؟ الله يطول بعمرها ويطول بعمر كل الامهات بالعالم. بتمنى تكون رضياني عني على كل شيء انا عم بتصرفه. الخلاف زال؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني انا دائما بتطلع ما بلاقي في كلمه بتوفيها لامي حقها. صحيح. بتمنى انا اكون بيوم من الايام اذا صار لي نصيب وتزوجت وجبت اولاد تكون مثل امي بهالمثال اللي كثير قوي. امي شخص ما في قد ما حكيت حتقولوا ليك عم تحكي عن امها بهذا الاسم، بس كل الانسان كل بنت بتشوف امها اعظم ام حقها.
بتمنى تضل في صحتها وبعافيتها وان شاء الله ان شاء الله بشيلها فوق راسي كل العمر ان شاء الله. ايضا كان ما راح ادخل في تفاصيل خصوصيات، ولكن بصوره عامه نتكلم زواج طلاق بعد دخول عالم الفن، هل الزواج ما يجوا مع بعض زواج وشهره وفن؟ ما يعني انا بفكر بهذا الشغل بهالاسلوب انه والله لانه انا صرت مثلا مشهوره تركت او كذا، لا لا لا, لا هم او انه مثلا الزواج بياثر على الفن والفن العكس، لانه هي ظاهره موجوده في الوسط الفني بوجود، ان كان بعد في بعضهم مؤخرا بعض الفنانات بعد 10 سنوات من زواج تم انفصال، هل هي يعني طبيعه الحياه؟ هل هي في الاخر المطربات تجبر لهذا النوع هذه النتيجه؟ هلا انا بحكي عن حالي كصعيد شخصي، ما بحب احكي عن غيري وعن عالم. كل واحد حر بحياته بالطريق اللي بيختاره. انا بالنسبه لي اذا تكررت مرحله الزواج لمره ثانيه ان شاء الله ليش ما تتكرر؟ لا ان شاء الله ان شاء الله اذا عم بقول اذا صار اذا صار نصيب والتقيت بحدا يعني ان شاء الله. الفكره انه يكون اول شيء انا بالنسبه لي الشخص اللي انا لازم اختاره لازم يكون شخص كثير مثقف، لازم يكون شخص كثير واعي لاي تصرف لاي حركه لاي كلمه، ودرجه اولى بحبني وما يخونني وما يعمل هدول القصص. متفهم لطبيعه عملك؟ اكيد. وكمان هو بعتقد لما حيرتبط فيني اكيد ما حيكون هو مثلا مرتبط بايا كان، يعني من طبعاً. فيني اقول في بعض الفنانات اللي شبيه الفنانات، انا بالنسبه لي ما عندي غير صوتي اقدمه، ما عندي شيء ثاني اقدمه، عندي حابه انه يصير اسم بهذا الفن او لي تاريخ بهذا الفن، ما بحب انه اكون شو ما كان. ليش يوم طرحت سالفه الزواج والانفصال والارتباط مجددا لمعه حزن طلت على عيونك؟ لا هيك طلعتيني زعلانه، لا مو هيك، بس هذا موضوع انساني. هذا موضوع انا بيهمني يكون عندي عائله، بيهمني يكون عندي اولاد، كثير بيهمني طبعا، كثير بحب الاولاد صراحه. بس اللي بدي اقوله بتمنى التقي بشخص يكون هو اللي يكمل معي الدرب، لانه انا من الاشخاص عيب احكي على حالي بس فعلا كثير وفيه انا للاشخاص وكثير عندي عطاء يعني عاطفيه لابعد الحدود. عطائي كثير كبير بس كثير بغار. حلو. انت صغيره وقدامك العمر ان شاء الله، والله يوفقك بابن الحلال ان شاء الله. 14 ونص. ايوه وانا 15. نادية على اساس 12. يي انا اصغر منك، ما يصير ما يصير يا بنت الحلال. سريعا، لقبتي بابو الحسن وانت صغيره، ليش؟ لاني كنت ما اخلي صبي ما اضربه. حلو، برافو عليك، ان شاء الله تتمي شيء قويه. وعرفنا انك تكتبين الشعر. نعم. ما راح رح نسمع يوم قصيده مغنى بصوتك؟ لالي ما بعرف اذا انا حغن اكتب شيء انا بغنيه، بس ان شاء الله حيكون في ديوان. أيوة. بكل شيء انا كاتبته. نتمنى ان نسمع. احنا يعني خلصت حلقتنا للاسف الشديد، استمتعنا بوجودك. نختم ان شاء الله باغنيه من اغانيك، واتشكر وجودك وخصيصا يتينا للامارات وجريده بلا ورق. اختاري شيء، فكري شيء. فيني اقول شغله بس، انا بتشكركم كثير، بتشكر الناس اللي استضافتني بالبرنامج، برنامج كثير مهم، بتشكرك ناديه وكل الاكيب الموجودين معنا بالاستديو، وبدي وجه تحية للفانز تبعي وين ما كانوا بالعالم، إن شاء الله يكونوا عجبتهم الحلقة. أكيد. وبدي أقول كل سنة هو سالم لرفيقي أحمد، اليوم عيد ميلاده، صلى على بال 100 سنة، ولكل الأشخاص اللي مرقوا بهذا السهر على بال 100 سنة يا رب. أتشكر. تفضلي مشاهدينا، أشكركم لحسن المتابعة، مع السلامة. تفضلي. شو بتحبي نقول؟ اللي تحبيه، شي من الإصدار. حقول رجعت حياتي ملكي ومنى معك، بدي قراري وناري ما بتنفعك، يمكن في غيري ناطر تايسمعك، انا تعبني هم الليالي، شو يلي جابك تاخرت علي، تعودت غيابك نسيت الخبري، تركني بحالي وريح لي بالي.